كندا علوش ويكيبيديا. المحتويات: من هي كندا علوش ويكيبيديا؟ كندا علوش السيرة الذاتية. من هو زوج كندا علوش؟ انستغرام كندا علوش. من هي كندا علوش ويكيبيديا؟ حيث تعتبر كندا علوش واحدة من أشهر الوجوه الفنية في العالم العربي، والتي شاركت بالكثير من الأعمال الفنية خلال مسيرتها المميزة، بالإضافة إلى أنها تتميز ببساطتها وجمالها، مما جعلها تدخل إلى قلوب الجماهير بشكل كبير. كما تملك علوش قاعدة جماهيرية كبيرة داخل وخارج سوريا وخصوصا في مصر. ومن خلال موقع محتويات سنتعرف على من هي كندا علوش ويكيبيديا. من هي كندا علوش ويكيبيديا؟ كندا علوش هي ممثلة تحمل الجنسية الروسية، بالإضافة إلى أنها من مواليد مدينة حماة في 27 من مارس عام 1982 ميلادي. كما درست علوش في كلية الأداب قسم اللغة الفرنسية في مرحلتها الجامعية، ثم توجهت للدراسة في قسم النقد المسرحي ضمن المعهد العالي للفنون المسرحية في العاصمة السورية دمشق. كما عملت علوش في مساعد مخرج في بداية مسيرتها، ثم توجهت للإخراج السينمائي وقامت بإخراج فيلم في مهب الريح، ثم توجهت إلى عالم التمثيل. كندا علوش السيرة الذاتية: تملك الفنانة السورية كندا علوش شعبية كبيرة على مستوى الوطن العربي، حيث تمكنت من الوصول إلى الصف الأول في عالم التمثيل. وفيما يلي أهم المعلومات حول السيرة الذاتية: الاسم كندا مازن علوش، العمر 40 عاما، مكان الميلاد مدينة حماة السورية، تاريخ الميلاد في 27 من أذار عام 1982، الجنسية سورية، المهنة ممثلة، الديانة مسلمة، سنوات النشاط منذ عام 2004 حتى الآن، مكان الإقامة جمهورية مصر، الحالة الاجتماعية متزوجة، اللغة العربية والإنجليزية. من هو زوج كندا علوش؟ تعد كندا علوش واحدة من الأسماء اللامعة في سماء الفن العربي، حيث اشتهرت بالعديد من الأدوار المميزة بالإضافة لجمالها وبساطتها، حيث تملك عدد كبير من المتابعين والمعجبين على حسابها الرسمي. كما تزوجت علوش مرتين، في المرة الأولى من المخرج والكاتب السوري الفارس الذهبي، وفي المرة الثانية من الممثل المصري عمرو يوسف، والذي يعتبر واحد من أشهر الوجوه الفنية في مصر، حيث قدم العديد من الأدوار السينمائية المميزة، إضافة لأعماله كمذيع على قناة روتانا سينما. إنستغرام كندا علوش: تملك الممثلة السورية كندا علوش عدد كبير من المتابعين والمعجبين على حسابها الرسمي على الإنستغرام، حيث وصل عدد متابعيها إلى حوالي 10 ملايين متابع من كافة أنحاء العالم. كما تشارك علوش يومياتها في العمل على حسابها الرسمي بشكل دائم، حيث يمكن الوصول إلى الحساب الرسمي للممثلة كندا علوش على الإنستغرام من هنا. إلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا من هي كندا علوش ويكيبيديا، والذي تحدثنا فيه بشكل منفصل عن الممثلة السورية الشهيرة كندا علوش، بالإضافة لأهم المعلومات حول حياتها الشخصية والمهنية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.